فعالية الجائزة الوطنية للصحفيين الشباب في دورتها الثانية بمدينة أكادير. هذه الجائزة التي عرفت مشاركات نوعية تجاوزت 80 مشاركة، قمنا بتعيين لجنة تحكيم يترأسها الأستاذ عبدالله البقالي اللي هو النقيب الوطني للصحافة المغربية، إلى جواره مجموعة من الصحفيين اللامعين والمعروفين القامات الإعلامية هنا بالمغرب، قاموا يعني بالتداول في مجموعة الأعمال التي توصلوا بها، والآن هم في معرض يعني العرض أو الإعلان يعني المتوجين بالجوائز الخمس التي حددتها اللجنة المنظمة. اليوم نحن في الحفل الختامي، حفل توزيع الجوائز على الفائزين برسم الجائزة الوطنية للصحفيين الشباب التي تنظمها رابطة نبراس الشباب للثقافة والإعلام بدعم من وزارة الثقافة والاتصال قطاع الاتصال. هذه التظاهرات تأتي في إطار استراتيجيات وزارة الثقافة والاتصال الرامية إلى دعم كل المبادرات الهادفة إلى النهوض بالقطاع ديال الصحافة والإعلام، خصوصا تشجيع المبادرات الشابة التي ترمي إلى دعم التكوين ديال الشباب في المجال الإعلام. بصراحة شعور ديالي ما قدرش نصفه، طبعا أي واحد غادي يوقف أمام هاد يعني هاد التلة من الأساتذة ومن المؤطرين ومن الأطواد العملاقة في عالم صاحبة الجلالة، راه غادي يكون فرحان وغادي يكون سعيد بالتتويج ديالو، خاصة إذا كان هاد التتويج كيثمن واحد الجهد مبذول في واحد المنتوج اعلامي اللي يعني صراحه ماشي غير انا ولكن فريق المنبر اللي انا كنشتغل فيه وي لاف باز، كله عاون كل باسمي وكل بصفاتي كنوجه لهم تحيه والشكر. اذا فرحانه بزاف بهذا التتويج اليوم، فرحانه اكثر حيت الاعمال اللي توجت بها كانت عباره عن بورتريهات لمبدعين شباب. كان الهدف ديالي اولا انني نبرز المواهب ديالهم ونشجعهم باش يطوروهم اكثر، والهدف الثاني انني نشجع وننبه الاهالي باش ينتبهوا لولادهم ويشجعوا المواهب اللي عندهم بدل ما يتلهاو بالالعاب الالكترونيه. فعلى داكشي انا جيت سعيده، انا كان الهدف ديالي نشجع هاد المبدعين ومن خلال العمل ديالهم كسبت هاد الجائزه اللي انا غتشجعني باش نطور العمل ديالي اكثر. كنتمنى نكون عند حسن ظن المشاهدين الكرام، خاصه مشاهدي القناه الامازيغيه اللي انا كنتمي ليها. تندرج هذه الزياره لهذه الجمعيه الفتيه في اطار انفتاح الجامعه على محيطها الثقافي، حتى لا أقول شيئا آخر باعتبار أن الصحافة هي فعل ثقافي تنويري وفعل إعلامي يكتسي حيويته وأهميته بطبيعة المواضيع التي يشتغل عليها. وركزنا في تدخلنا على محاولة ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي، على اعتبار أننا نقدم عروضا ثقافية، عروض العلمي على مستوى التنظير للجامعة، ونريد أن ننفتح أكثر على الشق المهني. لهذا فإننا نحرص أيما حرص على تمتين هذه العلاقات في أفق مؤسستها. اليوم أنا كنحتفلوا بواحد العرس ثقافي صحفي بامتياز، مجموعة من الشباب تقنا فيهم كمجلس وهما تقوا في راسهم قبل ذلك وداروا الدورة الأولى وكانت في مستوى جيد، وداروا الدورة الثانية ومازال العمل ديالهم كيكبر وكيزداد تميزا سنة عن أخرى. احنا في مجلس جامعة الأكادير كنشجعوهم وكنحيو فيهم روح ديال الشباب وديال الجدية وديال الوقوف وديال المثابرة، واللي بغاو هاد المدينة باش تحتضن هاد الجائزة. ما يمكنش لينا إلا أننا نجعلوا هاد المدينة مدينة ديال جائزة ديال الصحفيين وأننا نرتقيو بهاد الجائزة.